السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعني اسمح لي سيادة الرئيس قبل ما هبدأ العرض، يعني أنا هتكلم عن جزئية أعتقد إنها ممكن تفسر كتير من العرض. الفترة من 2011 ل 2023 نقدر نقسمها من الناحية المالية والاقتصادية إلى أربع فترات: 2011 2013، وانا اعتقد ان اتقال كتير عن اللي حصل في مصر 2011 2013 واثر على الوضع المالي والاقتصادي للدوله المصريه من كل المؤشرات اللي اتقالت. الحمد لله 30/6/2013 كانت نقطه فارقه قدرت تاخدنا لمرحله اخرى. المرحله الاخرى كان التحدي بتاع 2013 لغايه 2016، لان الفتره دي يعني كل المؤشرات الاقتصادية استمرت في المعاناة واستمرت في الآثار السلبية لما حدث من 2011 إلى 2013. استمر التضخم، واستمر البطالة، واستمر تواضع معدلات النمو الاقتصادي، واستمرت لأنه الاقتصاد بياخد فترة، وكمان الفترة دي وبرغم أن يعني 2013 و2014 كان هناك يعني بعض المنح من الأشقاء، ولكن كان الاقتصاد نفسه مش قادر ان هو ينطلق الى ان جاءت 2016. ويمكن سيادتك اتكلمت عن اللي حصل في 2016 لما الجميع قال لابد من اصلاح اقتصادي، والاصلاح الاقتصادي مش هيكون سهل، والاصلاح الاقتصادي هيكون فيه آلام، والجميع او المعظم تخوف من هذا. وسيادتك ذكرت ازاي في اجتماع كان بيجمع معظم الاقتصاديين او المسؤولين عن الملفات الاقتصادية وايضا الملفات الامنية عن ضرورة عمل الاصلاح الاقتصادي، وانه كانت الغالبية متخوفة من اثاره والامه. حياتك مرة تانية بعد 30/6 وفي نوفمبر 2016 قلت انا هاخد القرار واتحمل المسؤوليه، لانه لابد ان يكون في اصلاح اقتصادي عشان نخرج من الوضع اللي احنا فيه ده. وخدت القرار وحطيت يعني املك على ربنا ثم على ان الشعب المصري هيتحمل وهيبقى طريق للخروج من هذا الوضع اللي كنا بنعانيه. وبالفعل حصل، وحصل وبدانا نتحرك وبدانا نشوف الاثار، وبدأنا نشوف معدلات نمو وانخفاض بطالة وانخفاض تضخم واستقرار في أسعار الصرف، وبدأنا نشوف السلع متوافرة، وبدأنا نشوف استقرار في أسعار السلع، وبدأ العالم يتكلم عن مصر. مصر بتبزغ، ومصر بقت نجم ساطع. دي كانت كلمة مديرة صندوق النقد الدولي لدولة رئيس مجلس الوزراء، قالت له مصر بقت نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي، لأنه كل المؤشرات وكله ماشي في اتجاه الى انه الدولة بتعوض اللي حصل لها من 2011 الى ان جاء الوباء في 2020. وتذكر سيادتك دعيت لاجتماع يوم 5 ابريل 2020 للمجموعة الاقتصادية، وقلت العالم بيقفل، المطارات والمواني والبلاد بتقفل، المصانع بتقفل، المحلات بتقفل، وكان هناك شعور بيننا كلنا ان سيادتك الان على ما حققناه من نتائج اصلاح اقتصادي. يا ترى الوباء والازمه دي هتاكل وتضيع كل اللي عملناه؟ هيكون لها اثار؟ كان سؤال حضرتك لينا كلنا، كل واحد يقول رؤيته، ان كان تقدير موقف. بعضنا كان بيقول نقفل زي بقيه دول العالم ما قفلت وندي للناس فلوس. بعضنا بيقول مش هنقدر نقفل الاقتصاد، لانه احنا المساحه اللي عندنا، احنا مرينا بازمه ما حدش حس بيها في اخر 2018، ازمه الاسواق الناشئه، دوله الرئيس عارف، ولكن ما حسش. ليه؟ لان الاقتصاد كان بيقدر يتحمل صدمات وعديناها وما حدش حس بيها في البلد. ازمه 2018 من سبتمبر لديسمبر، ازمه الاسواق الناشئه، واثرت علينا، لكن قدرنا لان الاقتصاد قوي وكان بدا يتحمل الصدمات. ساعتها سيادتك قلت طب هنعمل ايه؟ ده كله بيقفل، السياحه قفلت،
كل المنتجعات والفنادق قفلت، المصانع بتقفل، مفيش صادرات ومفيش تصدير. وكان القرار هنقفل جزئي، مش هنقدر نقفل كلي عشان نقدر نتعامل مع الوباء ومع الاثار بتاعته. سيادتك يوم اخدت قرار قلت هنضخ ديسك حزمه اجتماعيه 2% من الناتج المحلي 150 مليار، هي بعد كده راحت ل 200 مليار. والقطاعات اللي اتاثرت وقفلت قلنا هندعمها، خسرنا في السنتين دولت 400 مليار جنيه، وفوقهم صرفنا اضافي 200 مليار. كان التركيز على الصحه عشان التعامل مع الاثار بتاعه الوباء. بس وحضرتك كنت بتسالنا، انا فاكر سالتني هو الماليه العامه للدوله تقدر تتحمل الوضع ده لمده قد ايه؟ انا كانت اجابتي لسيادتك سنه، بعدها هيبقى في معاناه، مش هنقدر نتحمل الوضع ده لو الوباء ده والوضع ده استمر سنه، وما كناش عارفين الباقيين هيتصرفوا ازاي. ما كناش عارفين ان في دول هتضخ مليارات وتريليونات سيوله على الرغم ان المصانع مقفوله والمواني مقفوله والدنيا مقفوله، والسيوله دي هيبقى ليها اثار. ما كناش عارفين ان الشركات البترول وشركات الشحن والنقل وخلافه اللي هيعمل خسائر هيبقى عاوز يعوض بعد كده. ما كناش عارفين ان الموجه التضخميه دي بعدها او السيوله دي مع اضطراب سلاسل الامداد بعد ما قامت البلاد وبدات تتحرك هيعمل موجه تضخميه شديده، والسياسات النقديه تتدخل برفع اسعار الفايده، فيكون النتيجه الاموال تتحول من الاسواق الناشئه للاسواق اللي بقت اسعار الفايده فيها عاليه، وتكون النتيجه ان عملات الدول الناشئه تبدا تعاني. 54 دوله افريقيه لم تنجو دوله منها من انخفاض قيمه عملتها. ما كناش عارفين ان اسعار البترول اللي ما كانش حد لاقي يشتريه اثناء الازمه وكانوا بيقولوا بيتباع بالسالب انها توصل يوم في يوم من الايام تبقى ب 144 دولار للبرميل. ما كناش عارفين ان طن القمح اللي كان بيتراوح 200 240 دولار للطن يتجاب ب 550 دولار للطن عشان كله قافل. ما كناش عارفين ده كله، وما كناش عارفين ان في حرب هتقوم وهيكون اثارها مدمره. لكن اللي حصل ان احنا كنا عمالين بنامل ان الكورونا تنتهي ويجي الفاكسين عشان نتعافى ونسترد عافيتنا ونكمل تاني. كان سياده الرئيس برضو سالنا يومها هنعمل ايه، هنكمل هنعمل في المشروعات ولا هنعمل ايه؟ وكان الاجابه ما نقدرش نقفل بيوت الناس. سيادتك قلت مش هنقدر نقفل بيوت الناس، خلوا المشروعات شغاله بس ناخد حذرنا الطبي، لكن الناس تفضل شغاله عشان الناس دي دخولها واكل عيشها. وكملنا، فقدنا 400 مليار وصرفنا اكتر 200 مليار وضخينا اموال علشان نكمل المشاريع وتفضل الناس شغاله، على امل انه بعد ما يظهر الفاكسين اللي اشتريناه بمئات الملايين من الدولارات هنقدر نتعافى ونسترد عافيه. ده ما حصلش، ما حصلش علشان بدل برميل البترول اللي حطه في الموازنه ب 60 دولار بقينا بنجيبه ب 120 و130 و140 والنهارده ب 97 واحنا امكانياتنا وقدراتنا 60، بنجيب من 150 ل 170 مليون برميل في السنه، بنجيب 9 ل 10 مليون طن قمح لما يكون كنا بنجيبه ب 230 ولا 220 ولا 250 غير لما نجيبه ب 500 و500، ونلاقي الاموال خرجت من الاسواق الناشئه بما فيها مصر حوالي 23 مليار دولار في اسابيع معدوده بتخرج. كل ده ضغط علينا، ضغط علينا في اموال خارجه، ضغط علينا في تدبير اموال زياده علشان نجيب الحاجه بضعف سعرها. كل ده حط الاقتصاد المصري وحط مستوى معيشه المواطنين وحط الجنيه المصري تحت ضغط. انا بحاول اجاوب لانه كنا تصوراتنا نقدر نستحمل سنه، اكتر من كده هنعاني، وما كناش عارفين ده كله، ما كناش عارفين ده كله اللي احنا بدأنا معاه تزداد التأثيرات السلبية ليه. انا عشان افسر الارقام بحاول اقول اللي احنا مشينا بيه. العالم بره لما السيولة زادت قال لك ارفع معدلات الفايدة، وهو بيرفع معدلات الفايدة ضر كل الدول الناشئة والنامية. ليه؟ لانها محتاجة تمويل والتمويل بسعر. ما قدرتش الدول النامية، ما قدرتش، حتى هي خارجة منهكة من الكوفيد 19، خارجة منهكة لانها اضطرت انها تستدين علشان تكمل في وقت كان الاقتصاد مقفول ومفيش ايرادات، اضطرت تستدين.
فكله بقى عنده مستوى دين. ما انا بقول كان البديل ان نقول طب نوقف المشروعات، ما فيش ايرادات، الاقتصاديات قافلة، احنا كملنا. والمواطن المصري يعني قدر ازاي خلال سنتين من الازمة لا في سلع نقصت ولا في اسعار زادت ولا في اي حاجة. ليه؟ لان كان سيادة الرئيس دايما يقول اعملوا حساب يوم هيجي اضطرابات، هيجي وضع. كان دايما يقول المخزون ما قلش عن 6 شهور، فاي حاجة كل حاجة لازم عندنا مخزون 6 شهور. ولذلك لما جت الازمة طلعنا المخزون، لكن الازمة امتدت وما زالت ممتدة. سيادة الرئيس من 5 ابريل 2020 اجتماع سيادتك اللي كنا حاسين فيه كلنا مقدار قلق حضرتك على ما انجزناه من نجاح اقتصادي وما حققناه، انه ممكن لو الازمة دي طالت ايه اللي هيحصل. الازمة طالت بقالنا فيها 3 سنين ونص واتضعفت واثارها السلبية زادت. انا حبيت اقول بس تفسير عشان كلنا نبقى موجودين مع بعض انها ما هياش يعني التفسيرات اللي عمالة تتردد هنا وهناك. لا، احنا دولة زي بقية الدول النامية اللي كانت بتسعى وبتجري عشان تعوض اللي فاتها وتبني وتحسن مستوى معيشة مواطنينها. انا بكتفي بده عشان افسر الارقام سيادة الرئيس اللي هنشوفها دلوقتي. سيادة الرئيس انا خدت، احنا على مدار 43 سنة مصروفاتنا وإيراداتنا، وعشان ما يقولوش التضخم أنا نسبتها للناتج المحلي عشان أحيد التضخم. سيادتك هتلاقي دايما اللي بالأحمر ده هو ده المصروفات اللي هو العالي اللي فوق، واللي تحتيه الإيرادات، ده من سنة 80-81. الفجوة دي سيادة الرئيس هي ده العجز اللي كل سنة موجود وكل سنة بيتضاف للدين. عشان اللي بيتكلم هو الدين بيزيد ليه؟ لانه دايما عندك مصروفاتك اكتر من ايراداتك، ومش من النهاردة بل بالعكس، يمكن النهاردة انت بتصرف عشان تعمل بنية تحتية. انا هوري لك انت كنت بتصرف علشان تحط دعم المواد البترولية. هنا ده العجز اللي امتد. انا يمكن سيادة الرئيس 80-81 وهفكر معالي الوزيرة السنة ديت هنلاقي المنحنى بتاع المصروفات والايرادات لازق في بعضه. دي سنة دكتور عبد الرزاق عبد المجيد لما عمل بنك الاستثمار القومي وقال انا هشيل العجز من الموازنة، انا هوديه بنك الاستثمار القومي، فما بقاش فيه الا الموازنة الجارية، والموازنة الجارية بتعمل فائض، فلزقوا الاتنين في بعض. لكن غير كده دايما ماشي. ادي العجز اللي هو بيتضاف كل سنة على الدين. انا مش هاخد الجزء بتاع نتائج الاصلاح الاقتصادي، لكن سيادة الرئيس بص ادي كل ما هم فوق في مصروفات في ايرادات، اللي في النص ده عالي واللي في النص ده عجز عالي. لو انا بصيت في اللي بعدها عشان اشوف خلال ال 48 سنة، سوري اسف 43 سنة، عندنا فقط الخمس سنين دول يا سيادة الرئيس لانه كان حصل حرب الخليج والديون اتشالت والمنح، فالعجز نزل. لكن لو استبعدنا دول هنلاقي اقل سنوات مصر عملت فيها عجز على مدار 43 بيتراوح من 7.5 ل 8.1. في السنوات قدامنا اهو 9-10 و2000-2001 و2018-2019، دول اقل سنوات عجز لو استبعدنا سنوات حرب الخليج. واكتر سنوات عملنا فيها عجز قدام سيادتك هنلاقي وصل العجز الى 13.8-81-82-12 و9 في 12-13 و12.5 في 15-16. طيب 2012-2013 سيادة الرئيس ادي العجز اهو 12.9، قاعد ينزل مع الاصلاح الاقتصادي، نزل من 12.5 ل 10.2 ل 9.1 ل 7.5 7.4 6.8 6.1 و30.6 اللي فات قبل قفلنا 6%. سيادة الرئيس كنت دايما بتسألني عليها، اقول لحياتك لو الامور قبل كوفيد 19 هتمشي ان شاء الله باذن الله على 21 نبقى تحت 5%. وبرغم من كوفيد 19 وبرغم الاثار احنا قافلين في 30.6 بعجز 6%، اقل مما شهدته مصر على مدار 43 سنة لو استبعدنا الفترة بتاعت حرب الخليج. صحيح السنة دي متأثرين عشان أسعار الفايدة محلية ودولية عالية وبالتالي بتأثر في العجز،
الكلي. أنا هنا أتحدث على العجز الكلي بتاع الموازنة العامة للدولة، ولكن عندنا خطة سيادة الرئيس ننزل بعد ما نستوعب الفترة دي اللي هي 23-24 نبدأ ننزل تاني، بحيث 27-28 يبقى عند 4.7. الاتحاد الأوروبي اللي هو الأيديال بيقول 3 لأقل من 5%، ده بيعتبر مستويات العجز المقبول. الخلاصة، على مدار 43 سنة مصر بتحقق ده بالنسبة للعجز الأولي أو الفائض الأولي. وبعض الناس بيقولوا، وأنا قريت واحد بيقول هو أنتوا اخترعتوا حاجة اسمها فائض أولي وعجز أولي؟ احنا ما اخترعناش، العالم ما بيعترفش بالعجز الكلي، العالم بيعترف بالأولي. طب هو ايه الفرق بين الاثنين؟ الأولي ده بيقيس قدرة الدولة، هل لديها إيرادات تقدر تغطي بها كافة مصروفاتها باستبعاد خدمة الدين الفوائد ولا لا؟ لانه لو عندها ايرادات تزيد عن مصروفاتها يبقى في جزء فايض اهو سنه مع سنه مع سنه تقدر تخفض الدين بتاعها، لان في فائض من الاول. فهو بيقيس الاولي، ودايما ما بنتكلم عن مؤسسات تصنيف ومؤسسات الدوليه يقول لك انا يهمني بس شوف لي الاولي ده، انت هتقدر يبقى عندك ايرادات تزيد ولا لا عن مصروفاتك، وسيب خدمه الدين دي على جنب، باستثناء فتره حرب الخليج وباستثناء السنه بتاعه 80-90 مصر لم تعرف على مدار 43 سنة إلا عجز أولي. عجز أولي معنى ما عندهاش إيرادات كافية تغطي مصروفاتها، انسى خدمة الدين. وعشان كده يمكن باستثناء زي ما قلت السنة بتاع 88 اللي حولنا الموازنة الاستثمارية بالكامل لبنك الاستثمار القومي وأثر إلغاء الديون، هنلاقي أنه في 2013-2012 تكملة للعجز الأولي أدي 5%. قعد العجز الأولي معانا مستمر وامتدادا لغاية 17-18. كانت أول سنة على مدار 43 سنة نعمل فائض أولي بسيط، يعني إيراداتنا زود خطت مصروفات. ومن يومها إحنا بنعمل فائض أولي حتى في وسط الأزمة بنعمل فائض أولي. وده بيشيد بيه الاخرين، بيقول لك ايوه قدره الماليه العامه ما زالت قادره تخلق ايرادات تغطي مصاريفها وتساهم في تغطيه عبء الدين. احنا انجزنا السنه دي فائض اول 1.6، وان شاء الله حاطين في موازنه العام الحالي نعمل 2.5% ونكمل السنوات القادمه 2.5%. دي الصوره، الصوره دي يا فخامه الرئيس بتعكس الحال. انا بدأتها من 12-13، اللي فوق ده العجز الكلي اللي فيه الفوائد، واللي تحت ده العجز الاولي من غير فوائد. قعدنا عجز كلي عالي وقعدنا فائض او عجز اولي لغايه ما بدأنا الاصلاح الاقتصادي، راح العجز الكلي بدأ ينزل والعجز الاولي تحول لفائض اولي واستدامه. يعني نمسك الفتره اللي في النص دي هنلاقي استدامه، ما جيناش سنه فلتت. وإن شاء الله سيادة الرئيس نكمل كده، نكمل خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق فائض أولي. بعض يقول طب والدين؟ أنا برضو خدت 43 سنة أشوف مستوى الدين بتاع مصر إيه. على مدار 43 سنة أقل سنة مصر شافت فيها دين، مستوى دين منسوب للناتج المحلي السنة المالية 2008-2009 كان 78.7، والسنة 2007-2008 كان 80، والسنة 2009-2010 79.10. دي أقل سنوات كان فيها مستوى دين للناتج المحلي للموازنة العامة للدولة. المتوسطات بتاعت الدين كانت حوالين 100، وأعلى سنوات كان فيها دين من 80-81-81-82-83 كان وصل ل 159% الدين للناتج المحلي بتاع الموازنة العامة للدولة. طب احنا فين؟ احنا الدين بتاعنا كان أعلى نقطة لي كانت موجودة في 15-16 كان 102.8%. اما بدأنا الإصلاح الاقتصادي قعدنا ننزل بيها سيادة الرئيس لغاية 80.9 يوم 30/6/2020، ولولا ان الربع ده شهد كورونا كنا مفروض نبقى تحت 80، يعني كنا مفروض نبقى في احسن مستويات الدين على مدار 43 سنة. لكن للأسف لما قفلنا في مارس لغاية يونيو ايرادات نقصت 200 مليار، انفاق زيادة 200 مليار، قررنا ان نكمل انفاق عشان الناس، فكان الاثر على الدين، فبدأ الدين يتأثر ويطلع تاني تأثرا باستمرار الوضع اللي انا شرحته. فبدأ في 30/6
21.84 في 30.6.22.87 وفي 30.6.23 انتهينا 95.7. بس في حاجة فخامة الرئيس لازم نبقى عارفينها، الدين هنا ما تأثرش بأنه حصل اضطراب في المالية العامة، لا، المالية العامة بتحقق فائض أولي والمفروض الدين ينزل. أمال إيه اللي رفع الدين كده؟ اللي رفعه تغير سعر الصرف. ليه؟ لأن أنا عندي الدين بتاع الموازنة العامة للدولة جزء بالجنيه المصري وجزء بالدولار، في جزء جواه بالدولار مقداره سواء للعالم الداخلي أو الخارج 110 مليار دولار، جزء منه 82 مليار للعالم الخارجي وبقيته 28 مليار للعالم الداخلي. لما تغير سعر الصرف جنيه يغير معايا 110 مليار جنيه في الدين، وبالتالي لما تغير سعر الصرف الى المستوى الحالي زود عندي في الدين 1.8 تريليون، فزود قيمة الدين. فزيادة الدين مش هنا جاية من اضطراب المالية العامة، جاية نتيجة تأثر تغير سعر الصرف فرفع الدين. ولكن ربنا يكرمنا السنة دي احنا 23-24 عاملين حساباتنا ننزل تاني ل91.3 ونكمل بيه الى ان نقف بيه عند 30-6-28 عند 75%. انا عارف ممكن اكون خدت وقت كبير. هيكل انفاق المالية العامة للدولة، كنا دايما بنسمع وبنردد الموازنة العامة للدولة اربع اجزاء، ربع للاجور، ربع للدعم، ربع للفوائد، وربع لتشغيل الدولة اللي مش موجود اللي بنقترضه اللي هو العجز. طبعا الهيكل ده اتغير مع الوقت، لان بدأنا نقلل الدعم وبدأنا نروح لحاجات تانية اكثر، زي زيادة الاستثمارات، زي زيادة الحماية الاجتماعية بالصرف على صناديق المعاشات وعلى تكافل وكرامة ودخول التأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية وخلافه. فبدأ الهيكل يتغير. يعني مثلا اللون البرتقالي ده اللي هو الأصول، احنا بنتكلم كنا 16 و13% من الانفاق، النهارده بنتكلم في 22.5%. انا طبعا بتكلم على ما هو الموازنة العامة للدولة غير الهيئات الاقتصادية، بيبقى جزء تاني. تأخرت صح؟ حاضر. يعني الحاجة الوحيدة سيادة الرئيس اللي هي تأثرت سلبا هي الفوائد، جزء منها نتيجة لان سعر الصرف اتغير، فالجزء اللي بالعملة أثر سلبا، في جزء آخر نتيجة لان أسعار الفايدة بقت الضعف. احنا كنا بنجيب 11 و12 و13% تكلفة التمويل، النهارده 26 و27. ليه؟ لان في تضخم حتى خارجيا، كل ده أثر مع الفايدة. الدعم اللي باللون الاخضر ده كان دعم المواد البتروليه بالدرجه الاولى، هو اللي كان واخد الجزء الاكبر من الدعم، دعم المواد البتروليه. بدانا ننزل من تقريبا كان وصل ل 61% الى انه في الموازنه العامه للدوله 23-22 بنتكلم على 26. لكن في المقابل هنلاقي دعم صناديق المعاشات ازداد بقوه نتيجه للاصلاح اللي عملناه. وانا عاوز اقول حاجه، احنا كنا دايما يا سياده الرئيس ما بنيجي نتكلم مع المؤسسات التمويل هتعملوا ايه في مشكله المعاشات دي، بتهدد الماليه العامه بتاعتكم. حلينا مشكله المعاشات. انا عاوز اقول لك يا سياده الرئيس، من 13-14 حتى اليوم احنا تقريبا اجمالي ما تم تحويل صناديق المعاشات اقترب من 1.2 تريليون فقط من يوم الاصلاح، من يوم الاصلاح، قانون الاصلاح اللي اتعمل في 2019 لغايه 30/6/24 هنكون عدينا 900 مليار. وعاملين حسابنا ان نحول لصناديق المعاشات خلال السنوات القادمه برضه حوالي 1.3 تريليون، نتيجه احنا السنه دي حاطين 202 مليار للمعاشات، وبكده عملنا استدامه لصناديق المعاشات وشلنا الخطر اللي كان دايما بيهدد الماليه العامه، وده كان اصلاح جذري. ولغينا فكرة بقى ايه، الدولة استولت على اموال المعاشات، الدولة لا، اموال المعاشات رجعت لهم وهنستمر داعمين لاموال المعاشات. تكافل وكرامة، احنا كنا بنتكلم عندنا 1.5 مليون اسرة بخمسة مليار جنيه، معالي الوزير احنا النهاردة في 23-24 هنبقى 5.2 مليون اسرة، وبزيادة اللي سيادتك وافقت عليها هنروح ل 35.5 مليار جنيه.
لو اتكلمنا على رفع الحد الأدنى للأجور، احنا رفعنا الحد الأدنى للأجور كان 1200، النهاردة بنتكلم 11 4000. الإعفاءات، رفع حد الإعفاء الضريبي، أنا عارف أن أنا خدت الوقت كتير والبتاع، لكن اللي أنا عاوز أقوله أن احنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا جدا وإصلاحات جذرية. أنا فاكر تأمين الصحي الشامل أنا اشتغلت فيه من 2006-2007 ما كناش قادرين نعديه، حضرتك جيت قلت عدوا التأمين الصحي الشامل وابدأوا تطبيقه، ده هيخفض الفقر وهيتعامل بصورة جذرية وحل جذري مع واحد من أهم التهديد لحياة المصريين، ليس فقط في صحتهم وحتى في جيوبهم وضعهم المالي. أنا عاوز أقول لسيادتك سيادة الرئيس، السنة دي احنا حاطين حوالي 2.2 مليار جنيه في الموازنة لدعم غير القادرين للست محافظات بتوع التأمين الصحي الشامل. يمكن السلايد كبير، احنا عملنا اصلاحات ضخمة جدا في الضرائب والمنظومة الضريبية والالكترونية، عملنا اصلاحات ضخمة جدا وجذرية في ادارة المالية العامة للدولة. اخر حاجة اقولها، انا فاكر انا كنت نائب وزير وكنا في 2015 وكنا بنعرض على سيادتك الموازنة وكنا بنقول ان في حاجة اسمها جيفو ماي اس او نظام معلومات ادارة المالية العامة، وده حاجة مهمة لمصر ولازم نعملها عشان ندير المنظومة بطريقة الكترونية. فسيادتك قلت طب ما تعملوها، قلنا لسيادتك دي محتاجة 3-4 سنين، فسيادتك قلت السنة الجاية زي دلوقتي تكون خلصانة، تيجي تعرضوها عليا خلصانة السنة الجاية. فعلا اشتغلنا واتضغطنا، ولكن السنة اللي بعدها جه عرضنا عليك قفلنا 61,000 حساب، كان كل مكان في الدولة دي عنده حساب منفصل وبقى حساب الخزانة الموحد، كان الشيكات الورقية الحكومية لغناها من تاريخ مصر وبقى كله إلكتروني. منظومات كتيرة وشغل كتير اتعمل في وزارة المالية وفي مصلحة الضرائب وفي مصلحة الجمارك، والمسيرة هتستمر. التحديات شديدة والألام شديدة، لكن مصر قادرة، ودي حكاية وطن بدءا من سنين وهتستمر، لكن الوطن قدها وهيستمر. شكرا، شكرا جزيلا.